سواء ما شاء الله نتكلموا لكم على ديال لي كود. كاين لي كود كل واحد شنو كيسمي مواد جوج لي كود كاين فيهم ولا ديامات حنا ما نعطوش على ديامات غير اللي بحال 75 كاين 110 125 كاين 50 يعني فيهم لي ديامات بزاف ولكن حنا غنهضروا على جوج الكودات اللي هما فيهم 75 كما كتشوف ولكن هذا كاين دابا بالنسبه لنا حنا خصنا اش كنسميو هذا حنا هذا كنسميوه كود مسدود او كود فيرمي وهذا كود محلول او كود فيه اوفر كاين اللي كيقول له كود 90 دوغري كود 45 دوغري ها هو المكتوب فيهم هناك هذا كود 45 دوغري وهذا كود 90 دوغري هاد لي كود هادو كتختلف السميه ديالهم ولكن لي فورنيسور واللي لاحظت ان بزاف ديال الدراري اللي عاد بادين ما كيعرفوش السميه اللي كيكتب الفورنيسور الفورنيسور كيبقى يكتب اما انويتير كود انويتير ولا كود انكر دابا الا سولتك نتايا قلت لك شكون هو الانويتير وشكون هو الانكر ما تقدرش تقدوه يعني كيف تكون مولش ولكن الفورنيسور كيكون عارفينو نعطيكم واحد الطريقه سهله باش تعرفوا كيفاش تقدر تسميهم كود انويتير هو الكود اوفر علاش انت غتمشي للانويتير يعني فيه 8 ديال باش كيعطيك الدوره 8 د الحبات والانكر كيعطيك 4 دائما هذا انكر وهذا انويتير واحد على 8 وواحد على 4 كاين واحد النقطه اخرى اللي كيقول لك الانسان هذا ماشي 45 دوري لا ماشي اكثر من 45 هما كيحسبوها من هنايا حنا غنعطيو كندير لكم مثال اخر ها كيفاش كيتحسب هذا كيتحسب هكا من هنايا ها هي 45 دوري وهذا 90 دوري نجيب واحد الزين هكا ونديرو هكا ها هي 90 دوري كما قلت لكم كاين بزاف ديال الاختلاط ما بين كيقول لك هذا ماشي 45 اكثر من 45 اش كيحسبوا من هنايا اذا ماشي 45 45 كتحسب من هنايا هادي كتحسب من زاويه حاده واقيله الا بقيت كنعقل وهادي خلاص راه معروفه 90 دوغري وكما قلت لكم بالنسبه للسميه حنا الصناعيه فاش كنهضروا بيناتنا كنقولوا جيب لي واحد كود محلول ولا كود مسدود كيكون عارف شكون هو فيهم ولكن لي فورنيسور كيقول له اويتيام عفوا اويتيام وانكر يعني انا حاولت في الفيديو هذا ما صرحتش جوج النقاط هو السميه نتاع الحقيقيه ديال هذا لي فورنيسور وبالنسبه لينا حنايا وفي نفس الوقت باش ما يبقاش عندكم اختلاط بين 90 دوغري و 45 دوغري بهذا اي واحد عنده اي تساؤل حنا تقريبا كنحاولوا نوعيو الدراري عاد داخلين لهاد الدومين هذا اما اللي كيكون قديم راه عندنا الله راه عارف ولكن اللي عاد جديد دائما كنحاولوا نوضحوا له شي مسائل اللي كتكون بسيطه يعني بحال دابا في الاسماء ديالو راه غتجي الانسان كي كتجي يلاه بادي في الدومين غتجي صعيبه باش يسميهم ولكن هي راه سهله بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم اويتيام كيكون الدوره فيه الكود هادشي راسك في 8 د الحبات وانكر كيكونوا 4 لاصقين وهذا هو التسميه ديالهم باش ما تبقاش دغيا باش تكتب مثلا شي دوفي يعني فاش باش تكتب شي شركه ولا هادي ما غيمكنش تكتب له كود محلول او كود اوفر او كود 45 كتخصك تكتب له اويتيام ولا انكر هما كيكونوا عارفين لهذا اي واحد عنده اي تساؤل يخلينا في الكومنتير دائما كنقول لكم كتب لنا في الكومنتير باش كنجاوبكم ما كنبغوش نجاوبوا في الواتساب حيت كيكون عندنا بزاف ديال الناس اللي كيسولوا في الواتساب كنحاولوا السؤال واحد يستافد منه كل شيء باش كنبغي نجاوب لهذا اي واحد عنده تساؤل يخلينا في الكومنتير نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر السلام عليكم